ايه مالك؟ مال شكلك مبهيل كده ليه؟ هو انت ديان بأي حد غيب المزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يال؟ يعني شوية حاجات كده حب وغرامة ومال. متشكي جدا منور، متشكي يعني. الواد ده تحفة تحفة، انت الوحيدة اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم، انت مش متخيل سعادتي. بقولك يا منور، ليه طلب يعني؟ بعد كده ما تحبي تبعتي ورد هاتيه بنفسك يا منور. افهمك بعدين، معلش معلش. يا بابا 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 عشان المايه هتسقع. بابا بابا بابا. انت كل شويه هتكلمين يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفرق بكام؟ لا بقول لك ايه، هاتي بيض يا مليحه. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالصبح ده الشاي، ده حاجه تعرف. ايوه هات اللطيف ده. رخصه. حاضر يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، قاوي دي تبقى تيتا. تيتا؟ اتفضل حضرتك، توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا، رمان ده جده، جوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم، حاضر. وحضرتك ساعدني بس عشان عربيه قديمه. شد 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 يا فندم. شك اصل حضرتك مش واخد بالك، انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه، عاشت هناك يعني. وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشر ومدير مكتب الحكمبار. حضرتك شفت مسلسل ملك فاروق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، انت فاهم يعني ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم، ما فيش حاجه. انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليا دعوه بالورق بس. ما كان حضرتك على العربيه كقيمه يعني، كانتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتمد لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون. وانا ناشطه سياسيه. وانا صحفي. وانا وربنا معاهم، وربنا معاهم الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين. اجمل حاجه نتفتحها يوم النهارده هي ايه؟ الهمبرجر. لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله، ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري خمسه وخد خمسه هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس، اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه. ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي، هستنى تليفونك. ها؟ تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرى يا بنت، حد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا عمو. ممكن تقول لي في ايه بياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاء عليا. بنت مين اللي بترمي بلاء عليا؟ انت مصطفيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش سابر يا مروان، انت بتنفخني. اتخاني لو راجل اتخاني. بس اهدى. اهدى كذاب، وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ، اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حماية الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده؟ الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مرة. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت، انت مصيبتك مصيبة. ايه حكاية اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله، وياريت تشرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنه وانت طيب. بالمنظر ده طيب ازاي؟ سامحني انا اللي مجنني بس يا مروان، حكايه ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت، اعمل ايه يا مروان؟ انا بدور على كبرياء الكاشيه. قامه الكاشيه واحد فين؟ ايه ده؟ فعلت الباشا عبد الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. قوم بصدق. اتفرج يا سيدي، اتفرج. انا ماليش دعوه بام العربيه. ده انا. ايوه انا ما بعملش. انت فاهم يا
يا فندم قولش حاجه، قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. يا احنا بتعملوا اتوبيس اخواتنا. انا عريس ودو منيل. يا شكرا يا ماما. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط، احنا مش ناقصين، يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحت امر سيادتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نايل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع، انجز البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم انا قلت وحشه يا ماما، انا عارف انها زي امه وما فيهاش حاجه تقيل. بس انا بص افهمني بس، انا بفكر قدام، مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله، هي دي تيتا وسنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. سلام يا بنات منار. ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصوا قصوا. لحظه معلش معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور، انا مش هبخى العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف، انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. بس اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره ومستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل القلب حازم يا رؤوف. بس بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي يلا انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه، يعني بدون تكليف ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني؟ لان انا وربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسم رؤوف. عيد ميلادي يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف. بجيبها من وقت مصدقتي هتلعب شويه. لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بيه. لا طمن يا رمان، انا قارص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كاتمه على نفسه ومعيشاه في معتقل لمده 20 سنه، هو انا طلقتها من شويه، هو كمان اخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخد إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفاية لعيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي ده. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امان. خد دي كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني، دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفرحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بتيميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقه بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكره البنت المناره دي زي القمر ومؤدبه، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله يا امان ان شاء الله يا امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحه يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين، النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه؟ حبيبة امه. حبيب حبيبة امه. انت شفت شيرين دي قبل كده؟
شيرين مين يا جدو؟ سيرين. سيرين سيرين. اه سيرين شفتها. دي حبيبة قلبي يا جدو. ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها. انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة ايه يا شيخ تنيل؟ هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت اما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاخ لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقة الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امال ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا عم رسول الله يخليك، هو طياره لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طياره لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان. اهلا 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 مروان. هيدا بياك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضه وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده. شيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامه. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظه مروان. هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوه، عبالي زور مصر زاويه زاويه. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حته حته، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفه. رمانه يعني ما اقول انا جايه على مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رايك هو في اجدع من مصري؟ الشعر الابيض يا حقيقة كله وقار ورجوله كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا ايه بتشوف جدك يا عم؟ الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران؟ غيران من جدي يا هبل؟ هيعمل ايه ده؟ بيكتب اسمه بينها يا جعيل. فافش كده فافش فافش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت، خدي من ايدي دي. رمانه رمانه ما بوقف يا اكل. ايش معك كل عام؟ صحتين. يا اوف انت بتسقف. ما تشوف حاله جدك هيعلق البنت مني واحنا قاعدين كده في بقصه على الترابيزه. هو راجل داخل بان تيتا قوهته في صنف الحريم. مستقطع ليه؟ بص شويه وبعدك بتتاكل اكل. افرح يا عمار الدلع عمار، وطلع حوي اجيبه يا عمار، وتعالى حوي اجيبه يا عمار. سيرين هتوحشيني قوي الليله دي. انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لاشوفك بكره. اهو رمانه راح اشتاق لك كتير. والله يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان. لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانه ما في داعي، انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا امان يلا يا امان، ده انت خابطها خابطها. يلا يا امان نروح. يلا على فين؟ على البيت. لا نروح ده ايه بقى؟ اسمعوا اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا انا، انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجدع ده؟ فيه ايه؟ لا مفيش، بيت صاحبته واحد علقها منه. امال يا ساتر ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله امال سفله. ضحكت صاحب وكان عشا من أنا مش عارف ليه مبسوط أوي النهارده. أنا عارف يا أمان. قصدك إيه يا ولد؟ أنت عارف وأنا عارف يا أمان. اسمع يا رؤوف، أنا عاوزك تروح تقابل منار بكرة وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكرة بكرة؟ ليه الاستعجال يا جدع؟ يا أخي سيبني أكل وأنا مبسوط. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ لا ألف هنا وشفا. لا ايه خلاص قص قوي كفايه كده، مش حاضر ادخل لقمه ثاني بقي.
كان ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك، يبقى الجوم وين عدل؟ خلاص اللي تشوفه امال. لا لازم القرار يكون من جواك انت، مفيش حاجة اسمها اللي انا اشوفه، اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله يا امان؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوز تيتا يا امان؟ انا هقول لك كلام يمكن اول مرة تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص، تواجه، تقتحم، تقاوم. يا ابني ما تبقاش انسان جبان وضعيف، انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوة لولادك. الدنيا حلوة يا رؤوف، جميلة، عشها، استمتع بيها وما تخافش من اي حاجة ابدا. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. أنا مش قادر. قال لي أنا عايز آكل سمين، خدته ضربنا سمين عند الضهر. شوية وقال لي نفسي في أرز بلبن، خدته ضربنا أرز بلبن. شوية وقال لي عايز آكل فلوكة في النيل، أتاريه كان بيودع مصر كلها وأنا مش واخد بالي. وقف على الفلوكة واخد انبساط وفجأة هوب هوب. ايه؟ مات مات. يعني هوب ايه؟ ما انت واقف في العزا بتاعه. شد حيلك هوب. ايه؟ شد على الله يا سليمان، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة قوي، مش درجة سليمان بقى. معلش معلش. ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين، خدته عند واحد ضربنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن، وديته كرز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكة في النيل، اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سليمان، خش يا سليمان بقى. اهلا يا ريس. ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اعمل انفد نفسي من الشغل. مؤاخذه مولانا، سوري معلش، انا اسف انا اسف. يا جماعه المرحوم مات ازاي؟ شامبو وخد صابونه هديه. نجوى عودي مكان، عودي مكان دقيقه واحده بس. شكا قوي منى، انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركوا بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس اتاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا منى اهو. ماشي سوري، مش هقدر اكمل معاكوا عشان دي مش مكانتي. انا اسف. سوري سوري. يا عيني ليلى ليلى عيني ليلى عيني. هات شاي يا علي. يلا موان. تعالى مهل جميلة. يلا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشه غاليه. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجه، سليمه ان شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هنشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختام النادي يا ابراهيم. انت بتعمل، انت بتعمل، انت بتعمل ايه؟ سويت يا هاي سويت. ما تيجي فرصه تعال نطلع البلاغ ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فهمتك يا موان؟ لعلمك مش حلو يعني بتعمله ده عشان انت في منطقتك، يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. طب شيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف.
المفاجأة دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوق في حاجة ياه؟ لا يا باشمهندس مالناش شوق في حاجة. أشوف أنا بكلم الأستاذ، أنت إيه اللي دخلك؟ تسأل كبير المنطقة إيه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما أنت تتكلم وأنا واقف يبقى لازمتي إيه؟ الراجل بيسأل، إيه دخل؟ أنا أقول لك إحنا فين من كده ولا إيه؟ أه فيك يا أستاذ. أنا عارف إنك وكده كمان. ليه العنف ده يا أستاذ؟ أنتوا جايين لمين يالا؟ مين اسمها ايه؟ منار، منار جايين لمنار. منار مليون انت ما فيش الحاره كلها على منار اختك يا ايما. شرف يا نهار اسود. انا نفسي اتجوز واتهنى واحب رهيب. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخير. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكم شيش خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في سوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها؟ ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا انا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تسكت يا هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا تفكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يا ما بفهم حضرتك. ودخلت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليه ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. في ايه بقى موضوع الخطوبه والهبل ده؟ ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي؟ لا ثاني ما انا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني؟ ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم، هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه يا لا بيقول محسسني محسسني بس بقى موان. بس يا موان اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكله. حاضر قدامك شهر بس نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. يلا طب نكمل الفتحه. يلا يلا عارفين يا يلا في معاك الصح صحيح اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. ام نشوى. ام نشوى مين يا ابراهيم؟ ام نشوى يا ابراهيم. بيه ام نشوى بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. لو انت ظبطت